بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا أيها المشاهدون والمشاهدات إلى حلقة جديدة من برنامجكم ورتل القرآن، لنتعلم معا كيف نرتل القرآن وكيف نتدبره. ولذا سرنا معكم صفحة بعد صفحة أيها الكرام، حتى وصلنا إلى صفحة اليوم هي رقم 207، حيث سنبدأ بعون الله التلاوات من الآية 123 من سورة التوبة، هي آخر من صفحة، آخر صفحة من صفحات سورة التوبة، لنسعد بالاستماع إلى تلاوتكم. من استطاع منكم أن يقرأ معنا في الترتيب فهذا الذي نرجوه، وإلا فيمكن أن يقرأ مما شاء من الصفحات التي سبقت والتي تلت، فإن كتاب الله تعالى واحد، بركته هي أحكام التجويد هي ولكن اختلافات بسيطة، ولا سيما الصغار الناشئة من الفتيان والفتيات، من شاء أن يقرأ معنا من قصار السور فلا حرج بعون الله. دعونا أيها الكرام نستمع إلى تلاوة اليوم، أبتدأ بها بعون الله ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. إذن أيها الكرام، هذه التلاوة الأولى من تلاوات هذه الحلقة إن شاء الله، الصفحة رقم 207 هي ختام سورة التوبة، هذه السورة الجليلة التي قطعنا كل صفحاتها، والتي تكلمت عن النفاق فكشفت عنهم، وتكلمت عن علاقات المسلمين في حالات الحرب وفي حالات الصراع، العلاقات الدولية. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إلى غير ذلك من الآيات. طبعا سورة التوبة الحقيقة هي آخر ما نزل من كتاب الله، رتبت العلاقات في الداخل الإسلامي وفي الخارج الإسلامي. في الداخل عندما تكلمت أنه لا ينبغي أن تكون الولاية إلا المؤمنين، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إلى غير ذلك من المعاني. وتكلمت عن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم تكلمت عن الحالات الخارجية. سنعود إلى التعقيب لكن بعد هذه الاتصالات. طيب، الأخت وفاء من الأردن، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كيف حالكم؟ الله يرضى عليك ويكرمك، شكرا على المثابرة يا وفاء، أهلا وسهلا. تفضلي يا سيدتي، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أعيدها، ما في ميم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم إن الله لا لا الذي إن ربكم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه من بعد إذنه، سكن ذال. من بعد إذنه نعم. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدئ لا لا الخلق انتبهي، إنه يبدأ. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي لي الذين ليجي ليجزي ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله يرضى عليك، ما شاء الله، وفاء ممتاز تلاوتك. شكرا. من بداية سورة يونس، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر. ألف لام را، هنا ما في ميم، ولاحظوا هنا إنه ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، هي آية واحدة بخلاف ألف لام ميم فهي معدودة عند الرواة والقراء. طبعا هذه الفواتح السور لها معانيها، يعني هي أعدل ما قيل فيها وأصحه أنها إشارة إلى إعجاز القرآن، فإن هذا القرآن المعجز الذي يتحدى الله به الثقلين الجن والإنس هو مكون، لو حللنا الجمل القرآنية هو مكون من حروفنا، هل تجدون حرفا أجنبيا فيه؟ لا نجد، فهو من كلامنا، يعني الكلمات لو حللناها أكان وللناس وعجبا وأن وأوحينا، كل كلمات نستعملها، إذن فأين بلاغة القرآن؟ بلاغة القرآن تكون في ترتيب الكلمات في النظم، يسمى نظرية النظم. إذن كل فواتح السور هي عبارة حقيقة عن إشارة إلى إعجاز كتاب الله تعالى. تلاوة أي من حيث المعنى، حيث التلاوة الأمر سهل، يعني ألف لا تمد، لأنه حرف المد ألف وواو ويا، ألف لو كتبناها نكتبها همزة لام فاء، هذه لا تمد. لام يمد مقدار 6 حركات، وراء يمد مدا طبيعيا، ألف لام أرى. طيب معنا اتصال آخر. أخي عبد الخالق، أهلا وسهلا بك من الأردن، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هنا عبد الخالق، لو سمحت أقرأ سورة التوبة آخر صفحة لو سمحت شيخ. من أي صفحة؟ الآية 123 آخر صفحة. يلا تفضل يا سيدي، أهلا وسهلا بك. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله عبد الخالق، سلمك الله وسلم هذا الصوت الجميل وأداء طيب، يعني تلاوة حسنة بأحكام التجويد، وجملها عبد الخالق بالصوت الحسن والأنغام المقبولة. لذلك النبي الكريم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لكن بما يتوافق وجلال القرآن. والنغمات مهمة بصراحة، نغمة الحزن غير الفرح، غير الوعد غير الوعيد، غير التهديد، غير المفاجأة، غير صيغة الاستفهام، هي جملة من المهارات على القارئ أن يمتلكها. طيب، ولذلك هنا بس ملاحظات، انتبهوا إلى الآية الأخيرة، فيها خلاف الحقيقة في الوقف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذا صح، لكن هنالك وجه جيد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، يعني الصفة رسول من أنفسكم صفته أنه عزيز مكرم له مكانة، وهذا ليس بعيد، عليه ما عنتم أي يحزنه عنتكم، والمعنى الأول مقبول، عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه عنتكم، سواء هذا المعنى أو ذاك المعنى. طيب، معنا اتصال كريم، أخت سهام الجزائر تفضلي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بالأخت الفاضلة، حياك الله ورعاك. من أين ستقرأين أخت سهام؟ من أين؟ يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه
أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله يكرمك ويرضى عليك ما شاء الله عليك تلاوة ممتازة برواية ورش عن نافع وبقصر البدل. من أراد أن يتعلم من قراءة ورش فليتعلم من قراءة الأخت سهام ممتازة تلاوة سريعة متقنة. لاحظوا بس الفوارق أيها الكرام، يعني حفص قرأ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، ولاحظوا الألف الصغيرة ما بين السين والحاء. ورش قرأ قال الكافرون بترقيق الراء قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، كذلك ورش يرقق لسحر مبين. طيب كذلك كان في خلاف أفلا تذكرون لحفص، ورش قرأ أفلا تذكرون، كذلك خلاف آخر يفصل الآيات لقوم يعلمون هذا الحفص، فقرأ ورش نفصل بالنون نفصل الآيات لقوم يعلمون. وفي قضايا في الأصول مثلا إلى رجل منهم أن أنذر، طيب كذلك إن في اختلاف الليل والنهار فيه تقليل. إذن هذه فوارق ما بين الروايات، يعني على الدارس أن ينتبه لها، وعليه في هذه المرحلة أن يسمع وأن يدقق وأن يسأل وأن يستفهم. أنا أفضل في هذه المرحلة ألا يقلد في القراءات الأخرى لأنه لا يعرف، لأن هناك في قواعد منضبطة لورش ولقالون ولأبي عمرو، كل القراء لهم قواعد، كما أن قواعد حفص أيها الكرام تصعب على من يقرؤون لغير حفص. أنا رأيت إخوانا لنا من المغرب من الجزائر من تونس ممن يقرؤون بروايات أخرى قالون وورش، فإن سألناهم عن حفص ترددوا وبعضهم لا يعرفه فيريد أن يتعلم. إذن القراءات هي عبارة عن مدى الإلف والعادة للرواية والقراءة. لا تظنوا أن رواية حفص سهلة عليكم لكن صعبة على غيركم. عودة من الكرام إلى تلاواتكم. أفنان أهلا وسهلا من الأردن، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لين يا أفنان تفضلي. أهلا وسهلا. لو سمحت بدي أقرأ من سورة البرود. يلا اقرأي ما شئتي. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله يحفظك ويرعاك ما شاء الله. شكرا لك يا أفنان، طلعت علينا سورة البروج الرائعة الجميلة من حيث الأداء القرآني، ولكنها المخيفة من حيث معناها وقصتها. هذه السورة الجليلة من السور جزء عما التي تبين بجلاء عاقبة أولئك المجرمين، والتي تبين أنهم ينقمون من المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفتنوهم فشقوا لهم الأرض ووضعوا لهم الأخاديد وأضرموا فيها النار وأفنوا أولئك المؤمنين. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الله تعالى من ورائهم محيط عاقبهم. هذا الذي ينزل أيها الكرام أمنا وأمانا وطمأنينة على قلب المستضعفين، على قلب المظلومين في عالم الإسلام اليوم. إذا فلتهنى أمة الإسلام بأن معية الله معها وأن مدد الله لها، لكن المهم أن تستقيم على منهج الله ولا تخالف كما فعل أصحاب الأخدود المستضعفون، وكما فعل فتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سنعود بعون الله تعالى إلى الاستماع لتلاواتكم، لكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا. عدنا إليكم أيها المشاهدون المشاهدات إلى حلقتكم وردت القرآن حلقة اليوم، وقد استمعنا إلى تلاوات وفيها إفادات لنا جميعا. فإن القرآن أيها الكرام لا يعطي عطاءه إلا إذا اجتهد فيه الإنسان اجتهادا بالغا. أرجو أن ننتبه إلى مسألة هامة في علم التجويد مع المد. أنا مثلا قرأت الصفحة بقصر المنفصل، يا أيها الذين آمنوا مثلا، ولم أمد وقلت وإذا ما أنزلت ومضيت على هذا، لكني لما أتيت إلى ختام السورة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، فوسطت هذا المد. هل خالفت أنا ما مشيت عليه؟ لا، هذه المخالفة مقصودة، وفيها رواية أنه كل من كان يقرأ بقصر المنفصل لحفص ولغير حفص، فإن أتى إلى كلمة التوحيد لا إله إلا هو فاعلم أنه لا إله إلا الله مثلا، فيشرع في حقه أن يأتي بدرجة التوسط هنا، رعاية لكلمة التوحيد وإظهارا لرمزها. هذا مذهب صحيح عن القراء. إذن نكون نقرأ مثلا وإذا ما أنزلت، هي قصرت، ثم آتي إلى الآية الأخيرة فقل حسبي الله لا إله إلا هو، فلا حرج في هذا. يعني إذا سمعتموه يوما هذا الوجه أن القارئ كان على القصر ثم أتى فوسط عند كلمة التوحيد، لا تقولوا أخطأ، لكن اسألوا فستجدون أنها رواية. كثير ما يسألني بعض الإخوة عندما يستمعون إلى القراء الكبار من قراء مصر مثل محمد رفعت والمنشاوي وعبد الباسط وفلان، فيسمعون إلى أوجه لا يعرفونها، لأن القراء أولئك مهرة ويقرؤون بكامل الأوجه أحيانا ولسيما القراءات. فالذي لا يعرف قد يظن أن ذلك خطأ، مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يسمعون فتثبتوا. فمن فضل الله تعالى إن القرآن محفوظ. هذا القرآن الكرام الذي يتلى صباحا ومساء ليل ونهار في أرجاء المعمورة في أرجاء العالم، والمسلمون جميعا يستمعون، ما من بلد في بلاد الإسلام إلا وفيهم حفظة، لو أي قارئ أخطأ يقولون أخطأ القارئ، لكن لا يقولون أخطأ القرآن. طيب عودا أيها الكرام إلى تلاواتكم. أخي زياد من الأردن أهلا وسهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا زياد. يلا تفضل، من أين ستقرأ؟ بدك تقرأ معنا حيثما وصلنا آية 209 ولا تقرأ ما شئت؟ تفضل زياد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لا وعلى سمعهم وضح ختم الله أعد الآية ختم الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن المصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقي الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في ويمدهم لو ركز بس ويمدهم طيب تفضل زياد ويمدهم في طغيانهم يعمهون كمل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يكرمك ويهدينا جميعا ويهديك شكرا زياد ما شاء الله عليك قرأ علينا الأخ الكريم عاد إلينا أو معنا إلى سورة البقرة من الآية الأولى إلى الآية 16 شكرا لك والله عندك نبرة حلوة يا زياد بس بدك تدرس أحكام التجويد حتى ننضبط يعني بجوز أحيانا الواحد لأول وهلة أو أول اتصال قد يرتبك ولكن لا أدائك طيب صوتك عندك خامس صوت تعلم تابعنا التقط الفائدة بعد الفائدة علك أن تكون بعون الله تعالى من القراء الممتازين القرآن أيها الكرام بحاجة إلى اجتهاد وبحاجة بصراحة إلى ضبط وبحاجة إلى يعني نظر في اللغة يعني هنا في الصفحة الأولى في سورة يونس اللي قرأها اثنين معنا قال الله تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقفنا لكن لو وصلنا بعض الناس يخطئ أنا من تجربة يخطئون لتعلموا عدد السنين والحساب منصوبة لأنها معطوفة على عدد لتعلموا العدد ولتعلموا الحساب طيب معنا اتصال من كريم أخي الطيب أهلا وسهلا بك من تونس حياكم الله شيخنا العزيز الله يكرمك فقدناك وينك يا سيدي لازم تقرأ والله سيدي والله ما أخذت الخط مرة المرتين ما شاء الله ما شاء الله عليك أنت من المثابرين المجتهدين الله يبارك فيك سيدي جزاك الله يعزك يلا تفضل يا سيدي بورش ولا بقالون ورش يلا استعن بالله تفضل يا سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عنها يا ناصر
حفيظون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مسلم كان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلا همسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله يكرمك أخي الطيب، طيب الله أنفاسك. قرأ علي أخونا الفاضل الصفحة رقم 209 الثانية من سورة يونس برواية ورش ولكن بتوسط البدل. السهام تقرأ بقصر البدل، الطيب يقرأ بتوسط البدل ليتعلم. من أراد أن يتعلم هذه الرواية الشهيرة التي تعقب مباشرة رواية حفص. طبعا هنا ما كانت في كلمات خلافية فرشية ولكن كلمات يعني في الأصول كثيرة. المدود طويلة، لقاءنا بالحياة الدنيا. طيب منها كان في نقل والذين هم عناياتنا، مثلا كان في تقليل دعواهم فيها، مثلا أولئك مأواهم فيها تقليل، لكن الهمزة لا نتصرف فيها مع أن بعض القراء يفعلون، إلا غير ظلموا تغليظ اللام. إذن فيها بعض الفوارق. والقراءات أيها الكرام تتكامل، القراءات كل منها يؤدي معنى، والقراءة الثانية كأنها آية أخرى. يعني هنا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، هكذا يقرأ ورش. حفص يقول لقضي إليهم أجلهم. ابن عامر يقرأ لقضى إليهم أجلهم، وهكذا. طيب معنا تلاوة أخرى كذلك. أم أحمد من ليبيا، أهلا وسهلا، تفضل يا أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ بأي رواية ستقرأين يا أم أحمد؟
حافظ عن عاصم. يلا تفضلي. أقرأ من بداية سورة البقرة. تفضلي. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين طيب كنا نتمنى أن نستمع لتمام التلاوة. أم أحمد عودي إلينا، أعاد الله إليك الخير. والمشهور عن والمعروف حقيقة عن أهل ليبيا المهارة في الأداء، والله ذاك أختنا أم أحمد ظاهر أنها جيدة في الأداء، وهذا أمر يعني عرفناه مرارا، وبدليل أنها الآن وقفت وقف ممتاز أنا سجلت عليها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ممتاز. بهذا الأمر يكون فيه هدى، الهداية فيه. على الوجه الثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، الآن فيه جار ومجرور شبه جملة، مرة نعلق بالهداية فنقول فيه هدى للمتقين وهذا صحيح، ومرة نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فنعلق فيه بلا ريب، فهو في الحقيقة لا ريب فيه وفي الوقت ذاته فيه هدى. إخوانا هذا كلام الله، وذاك هذا الوقف الذي يتفنن فيه القراء إنما أخذوه من خلال نظر دقيق في التفسير. طيب معنا اتصال كريم. أخي عبد الله من الأردن، أهلا وسهلا بك. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. ماذا ستقرأ معنا يا عبد الله؟ تفضل سورة يونس إن شاء الله. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. لا، أن أنذر الناس. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. لا، هنا ما في إخفاء، ربكم فاعبدوه عادي. يلا كم مرة. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لا، لتعلموا عدد السنين ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات قوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات
لآيات لقوم يتقون. الله يرضى عليك يا عبد الله، ما شاء الله عليك ما شاء الله، شكرا لك. يعني واضح عندك صوت جميل، بس شوية أداء، وتابعنا في الحلقات التقط الفوائد التجويدية، علك إن شاء الله أن تصبح من القراء. يعني مثلا لك ولغيرك، أن ما من زيدة، نقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، لو زدنا أن لهم خطأ، أن لهم هذه المهارات، إنه أن غير أن، إن غير إنا، أوحينا غير وأوحينا، أخذنا غير وأخذنا، إذن هذه مهارة. طيب كذلك بديك تنتبه إلى قضية الإظهار والإخفاء والإقلاب والغنى. يعني مثلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ما فعلنا شيء، فالميم عند الفاء هنا بنسميه إخفاء، بل أو ليس إخفاء، هذا أشد إظهارا. قال الإمام واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وهناك ملاحظة هامة في بداية التلاوة، من قرأ معنا صفحة يونس إنه يبدأ وليست يبدئ، ولذلك لو في لوح الآن كان كتبنا يبدأ، كيف كتبت؟ الهمزة على واو، يبدأ، بخلاف يبدئ. لو أردنا أن نكتب يبدئ، وهذا موجود في سورة العنكبوت، ستكون الهمزة تلك على ياء وليست على واو. إذا الكتابة نفسها تعطينا إشارة وتعطينا علامة كيف نقرأ، هي جملة مهارات. ولذلك هذا الذي يفسر أن بعض إخواننا يقرؤون، وما لا أرد عليهم في التجويد، لأني أشعر أنهم لا يزالون بحاجة إلى ضبط القراءة. اللي بحاجة إلى ضبط القراءة يبدأ ويبدأ وأن وأن، هذا لا أشغله الآن بأحكام التجويد، لأنه الأساسات يجب أن تصح. فإذا صحت التلاوة والأداء بعدين نبدأ معه بأحكام التجويد، مهم. لذلك الأساس هو الذي يعتمد عليه المهندس يضبطه، بعدين يبدأ بالتزيين والتزويق. التزيين والتزويق لا يكون إلا بعد الأساسات. لما يحكم الإنسان القراءة نبدأ نقول له تعال هذا مد وتلك غنة، وهذا ميزان، وهذا ترقيق، وهذا تفخيم. أما أنا من تجربتي إشغال الدارس في هذه المرحلة قبل أن تستقر قراءة وأداؤه سيضيعه، لن يمسك لا الأساس الذي نريد صحة الأداء، ولن يفهم علينا ما نريد تحديدا. فهي عبارة عن مراتب. وكما تلاحظون السن ما أول دخل، صغار بقرأ قراءات ممتازة. الكل إن شاء الله على خير وبركة مع كتاب الله تعالى، وفقكم الله، رعاكم الله، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.